200 باي سي بس. هو دلوقتي شو بيقول لك؟ عايزك تجيب اكسبريشن اللي بيطلع. ادي السيجنال خدتها عملت لها دبل سايد باند ويز كارير، خدت دبل سايد باند ويز كارير عديتها على هاي باس فلتر. الهاي باس فلتر هيعمل ايه؟ هيعدي التو كومبوننت دول وهيريجكت دي. يعني في تايم دومين هيعدي مين وهيريجكت مين؟ هيعدي الاثنين دول ويريجكت. معايا شويه؟ عرفت ايه؟ الاي سي؟ ما اعرفش الاي سي. لا سوري شويه انا طلعت. انا عملتها زي ما سالت فاتت بس انا طلعت الاي سي. بس انا كده ما يهمنيش الاي سي، ما انت في الاخر هتقول لي ايه؟ الشوت بتاع ده كام؟ اي سي على دي. اه ماشي اوكي. بس انا بعت ايه؟ 200 باي و2000 باي. كشف في حد عنده سؤال؟ لا صح بس انت هتفكها كوزاين في كوزاين. انت عادي عايز تعمل تجيبها على طول يعني هتفكزون فيها ومجموع وحشين فيها ماشي اوكي بقى. لو عرفت تجيبها كده ماشي. بس هي الفكره ايه؟ الكوزاين دي خلي بالك دي كانها تو كومبوننت. فواحده هتعدي واحده هتريجكت. فانت لازم تفكها عشان تعرف مين اللي تعدي ومين اللي تريجكت. عايز تجيبها من الرسمة يعني؟ اه صح. بس في ناس ما تعرفش تجيبها من الرسمة. يعني بص يا زمايلكم ممكن ايه؟ ممكن بدل ما تفك الكلام ده تجيبها على طول منين؟ مش احنا رسمنا؟ انت عملت الجيكت ده وعديت الاثنين دول. طيب تو امبلس انا بكافئهم للتايم دومين يرجعوا ايه؟ كوزاين. تو امبلس ارجعهم ارجعهم للتايم دومين يرجعوا ايه؟ مش يا شباب؟ طيب خلي بالكم حاجه يا شباب، احنا كده يعتبر ايه نوع الموديل ايه نوع ال نوع الموديليشن ده؟ لا بص يا شباب ده كده كانه سنجل سايد باند. اه مش ده كده بقى سنجل سايد باند؟ اه بالظبط صح. ايه سنجل؟ هو ده يا شباب لما انا عملت الجيكت ده يبقى انا بعدي ايه؟ الاور سايد باند بعدي الكارير وبعدي واحده من تو سايد. اه دي مش كده يا شباب؟ يبقى ده نوع ايه؟ سنجل سايد باند ويز كاري. ليه؟ لانك ما بتبعتش دبل دبل ما بتبعتش دبل باند. شلت ما بتبعتش دبل سايد، انت بتبعت ايه؟ سنجل سايد وعملت ريجكت لمين؟ للثانيه. فده كده يا شباب سنجل سايد باند ويز كاري. طيب ايه المطلوب اللي بعد كده يا شباب؟ عايزك تحسب الافرج باور. عايزك تجيب الافرج باور بتاع السيجنال. هجيب الافرج باور ازاي شويه؟ طيب عايزين شباب ايه؟ عايزين نجيب الافرج بار. يعني الافرج بار هتساوي ايه؟ باور سيجنال باور سيجنال باور كاري باور سيجنال بكام؟ ام بي سكوير على 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 كام؟ اي سي سكوير على 3. طيب الكلام ده امتى شباب؟ دبل سايد باند ويز كاري. هل انت عندك قانون سنجل سايد باند ويز كاري؟ خلاص يبقى ازاي هتقول ان الباور بتاعت السيجنال ام بي سكوير على 4 هي السيجنال دبل سايد ولا سنجل سايد باند؟ نسمع سنجل سايد باند مش عارف ان هو القانون. يبقى معنى كده يا شباب ان هو عايز دلوقتي يحسب ايه؟ عايز يحسب الافرج باور بتاعت السيجنال. طيب الافرج باور بتاعت السيجنال يا شباب هي عباره عن ايه؟ كانك بقى هتثبت القانون بتاعك زي ما عملنا فين؟
بالظبط. مش احنا طلعنا قانون نهائي؟ طلعنا قانون نهائي قعدنا نمشي مع الاثبات لحد ما طلعنا الفاينل ريزلت. هنا نفس الكلام، هنا عايز تحسب الافرج باور. طيب احنا قلنا شباب الافرج باور عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال، الافرج بتاع السيجنال مالها؟ مش احنا قلنا الافرج باور هي عباره عن الافرج بتاع السيجنال سكوير؟ اشتغل بقى من اول هنا. طيب يبقى البي افرج هو عباره عن الافرج بتاع واي سكوير اوف تي. طيب يعني بيساوي الافرج بتاع ايه شويه؟ AC كوزين 2000 باي تي زائد نص كوزين 2200 باي تي. قول لي يا شباب سكوير مش هي دي الواي اف تي؟ مش السيجنال في الاخر اللي هي وصلنا في الاخر ان هي الكارير زائد ساين من التو سايد. طيب هتاخد السيجنال دي تطبقها وتجيب لها الافرج. طيب ده سكوير شباب هيساوي ايه؟ هيساوي AC سكوير كوزين سكوير افرج زائد نص سكوير يديك ايه؟ 0.25 كوزين 2200 سكوير. طيب ده شايف لما تيجي تفكه ده سكوير بلس ده سكوير بلس ايه؟ 2 الاول في الثاني يبقى زائد 2 وكوزين كوزين 2000 في كوزين يا شباب 2200. في مشكلة شباب لحد هنا؟ هو طيب. مش اتنين هو اي سي. هو اتنين في نص هيتبقى الاي سي بس. ماشي اتنين في نص يبقى واحد. اي سي لا اللي هو الاي سي. يبقى اتنين في نص يبقى واحد في اي سي يبقى ينزل اي سي كوزاين في كوزاين. طيب. كوزاين في كوزاين يا شباب، ايه الافرج بتاع كوزاين؟ احنا عارفين الافرج بتاع كوزاين زيرو. طيب دي كوزاين في كوزاين يعني تفك ايه؟ نص كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع. كوزاين الفرق اللي هو 2000 ناقص 2200 يعني كوزاين كام؟ 200. والمجموع 4200 بس بالاخر هيبقى في كوزاين وكوزاين. طيب ما احنا عارفين الافرج بتاع كوزاين ايه؟ زيرو. يبقى الترم ده على طول بايه؟ زيرو. ناقص لي مين؟ الترمين دول. في مشاكل لحد هنا؟ طيب اي سي سكوير في كوزاين سكوير، احنا عارفين الكوزاين سكوير شباب بتتفك ايه؟ مش بتتفك نص واحد زائد كوزاين ضعف الزاويه؟ طيب يبقى ده كده شباب الكوزاين دي هفكها ايه؟ واحد نص دي نص واحد واحد زائد كوزاين 2 اكس. طب ما هي الكوزاين سكوير دي برضه هتتفك نص نص في واحد زائد كوزاين 2 اكس او 2 واي بقى على حسب. طيب يبقى الترم ده هيتفك كام ترم؟ اثنين. هيتفك اثنين. ترم اي سي سكوير على اثنين في واحد زائد اي سي سكوير على اثنين في كوساين. وده هيتفك ايه؟ ربع على اثنين في واحد زائد ربع على اثنين في ايه؟ في كوساين. طيب هي اي حاجه في كوساين بتديك ايه؟ زيرو. لا فتش بتاعها بزيرو. طيب يبقى كأن شايف بي افرج هتساوي ايه؟ هتساوي اي سي سكوير على 2 في 1 زائد اي سي سكوير على 2 في كوساين زائد الترم ده هيبقى ايه؟ 25 من 100 على 2 في 1 زائد 25 من 100 على 2 في ايه شويه؟ كوساين. طيب احنا قلنا اي حاجه في كوساين هتديك ايه؟ هتديك زيرو صح؟ يتبقى ايه يا شباب؟ اي سي سكوير على 2 زائد 0.25 على 2 هي 1 على 8 اللي هي 0.125. طيب خلاص يبقى البي اف يا شباب بتساوي اي سي سكوير على 2 زائد 0.125. يا شباب في حد عنده سؤال؟ طيب بس احنا لحد دلوقتي لسه خلصناش الافرج باور بكام؟ ايه الفاليو بتاعت الافرج باور؟ عايزين الاي سي. انا عايزها فاليو عايزين الاي سي وعايزك تكالكوليت. طيب هحسبها ازاي يا شباب الفاليو دي؟
بالظبط. الاي سي يا شباب انا عايز ايه عشان احسب البي افش؟ لازم احسب مين؟ الاي سي. طيب اجيب الاي سي منين؟ شوف في المساله كان قال لك ان الموديليشن اندكس بيساوي كام؟ 80% يعني 8 من 10. مش هو قال لك الموديليشن اندكس 80% يعني 8 من 10؟ طيب اللي هو بيساوي ايه؟ ام بي على اي سي؟ ام بي بواحد تقريبا. طيب واحنا عارفين الام بي بايه؟ واحد. واحد صح؟ يبقى 8 من 10 بتساوي ايه؟ بتساوي الام بي اللي هو واحد على الاي سي. يعني اي سي بيساوي كام؟ واحد على 8 من 10. يعني 10 على كام؟ 8. طيب خلاص عندك الاي سي. خد بقى الاي سي اللي هي 10 على 8 اقعد بيها هنا عشان تحسب مين؟ الافرج بار. في مشكله يا شباب لحد هنا؟ في حد عنده سؤال؟ يبقى تستخدم القانون الجنرال اللي هو عباره عن ام بي سكوير على 4 زائد اي سي سكوير على 2 لو نوع الموديليشن ايه؟ دبل سايد باند. لكن سيجنال سايد باند او اي سيجنال ثانيه يعني خدت دبل سايد باند عملت له اتنويشن للابا شلت الكارير عملت حاجه تتغير يبقى لازم ترجع للقانون ايه؟ الاساسي ان الافرج بار هي عباره عن الافرج بتاع السيجنال سكوير. هو اشتغلت هي مش عارف المهم بس في الاخر انك تطلع فاليو من الافرج بار. طيب في مشكله شايف في السؤال ده؟ طيب اخذ الاكزام يا شباب بعد كده نزلته كمان نزلته كويس.